يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده انا هعمل سمان مشوي، سمان مشوي بتتبيله الكركديه. كركديه هيدي مزازه حلوه وهيدي طعم حلو جدا للوصفه دي. هنشوف بقى الكركديه ده ازاي ينفع نستخدمه مع السمان، وهنشوف هو هيفيدنا في ايه في الوصفه دي. هقدم السمان ده مع ايه؟ هقدم السمان ده مع رز بالخلطه. مش هنعمل رز بالخلطه، احنا كنا عاملينه قبل كده، بس تقدروا تقدموه مع رز بالخلطه او رز ابيض او ممكن حتى رز بالشعريه لو انتوا حابين. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل شوربه حلوه جدا وغنيه بالقيم الغذائيه المختلفه. هنعمل النهارده شوربه حريره. دلوقتي هنقول مقادير السمان نبتدي فيه، وبعدين نخش على طول على الشوربه واحده واحده كده. يلا بينا. مقادير السمان: 2 جوز سمان و3 معالق زهور كركديه، وانا جبت شويه منهم وضربتهم في الهون. ملح وفلفل، بصله مبشوره، معلقتين زيت، نص معلقه معجون صلصه طماطم، وانا كاتب الصراحه معلقتين هريسه، بيبقى طعمها حلو في الوصفه دي، بس مش عايزكم تحطوا كتير لو انتم ما بتحبوش الاكل الحامي، لان هي طبعا هتبقى حامي، دي هريسه شطه. فشوفوا انتم ايه الرغبه بتاعتكم في الحميان، وطبقوا اللي انتم عايزين تعملوه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا كده، هجيب اناء، وهاجي زهور الكركديه دي انا خدتها وطحنت جزء منها هنا في الهون. بص كده يا ابو حميد هنا من فضلك، بص طحنت كده بس بالايه في الهون هنا، هجيبه لك كده عشان تشوف. بص بقت بذور، بقت الورود بتاعت الكركديه مطحونه حلو، بقت شبه الباودر كده. وبعدين هروح واخدها حاططها هنا كده زي ما هي. حلو جدا. نعمل ايه تاني؟ نيجي بقى نجيب بقيه المقادير والمكونات. هحط هنا البصل المبشور، واحط معجون صلصه الطماطم، واحط الهريسه، ما كترتش انا من الهريسه برضو قوي عشان ايه الحميان والصيام والكلام ده. وهجيب الملح والفلفل الاسود، هاخد رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وهبتدي الخليط ده مع بعضه كده، هفركه، نفرك كده الخليط ده مع بعضه. ريحته حلوه جدا اصلا. خلطته كده واتطمنت ان هو كده ايه اختلط وامتزج مع بعضه كويس. هروح جايب السمان، سمانه سمانه كده، واروح حاطط جناحها ورا كتفها كده. حطيت الجناح ورا الكتف، هجيبه لكم احمد دلوقتي. ايوه شايفين الجناح رجعته ورا كتف السمان، واحط السمان كده، وهعمل كده في بقيه السمانات. وهقلب السمان في التتبيله دي، ويا سلام لو سيبنا السمان بقى في التتبيله دي كده لمده نص ساعه تلت ساعه ولا حاجه، هيبقى الموضوع لطيف جدا. حلو جدا. هنعمل ايه بقى؟ ناخد السمان كده بعد ما اتحط في التتبيله، والتتبيله بقت فيه من جوه ومن بره، ونحطه هنا كده قدامنا. مشغلين احنا بقى الشوايه ومشغلين الفرن. طب ليه عاملين الاثنين؟ عشان في جزء من التسويه هيبقى في الشوايه والجزء الثاني هيكون في الفرن، وهنتكلم عليهم حالا دلوقتي. هاجي بس هنا كده، خلاص مش عايز ده. ماشي والله ممكن نعمل فكره حلوه هقول لكم عليها. انا عايز ده. هاجي هنا بس كده، هقرب ده مني شويه كده، وهضغط على الجزء بتاع الصدر في كل واحده من السمانات دي كده. ده بيساعد في ان هي تبقى مسطحه، فالتسويه تبقى اسهل. بس ضغطت عليه كده كلهم بقوا مفرودين كويس جدا. هروح جاي هنا ماسك واحده واحده فيهم، وهشيل التتبيله اللي على الجلد بره واسيب اللي جوه. حلو، وهكذا. حاول بس ايه ابعد التتبيله عن الجلد عشان ما تتحرقش بسرعه. حلو. وبعدين هروح جايب بلعت الجلوفز عشان اعرف امسك بتاعت الزيت، هدي كده رشه من الزيت خفيفه كده فوق. التتبيله اصلا فيها بقى الملح والفلفل وفيها كل حاجه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ننضف الدنيا كده، وهبتدي اخد السمان واحده واحده، اروح جاي هنا على الشوايه
واخد السمان كده امسكها كده وانزل بيها هنا على الشوايه. هعمل ده في الاربع سمانات. لو المساحه مش هتكفي هحاول كده ايه اوسطنهم. كده كده التسويه مش هتتم بالكامل هنا. انا هنا هاخد لون كده وريحه وهكمل التسويه في الفرن، هنشوف ده حالا. يلا حطيت الاربع سمانات هنا اهم. يبقى قول لي يا ابو حميد اساعدك. حاضر من عينيا. يلا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ السمان كده بياخد ريحه وبياخد لون لطيف جدا. هجيب صينيه مستطيله كده وهروح جاي واخد رشه من الزيت واروح نازل في الصينيه المستطيله دي برشه من الزيت كده، واخد بقيه التتبيله احطها هنا، وبقيه التتبيله برضو اللي في الطبق هنزلها هنا. وافردها كده وروح اقلب السمانه اللي على النار ده واشوف حصل ايه واخباره ايه. بدا كده ياخد لون الجريل، بدا الجلد بتاعه يتشمع، ده شيء جميل. تمام زي الفل. هنا هيستوي بالكامل؟ لا، هنا بس هياخد ريحه كده حلوه وهياخد لون حلو. التسويه بتاعته هتتم او هتكمل بمعنى اصح في الفرن. هسيبه بس دقيقه على الجنب ده. متاكد؟ اه، لازم تحافظوا على الشكل بتاعه اثناء الشوي عشان هو ده الشكل اللي هيتقدم بيه. يعني لو كانت معوجه ولا حاجه اعدلوها علشان هتطلع في النهايه بنفس الشكل ده. اتاكد بقى كده ان الفرن شغال كويس. تمام، درجه الحراره مظبوطه والفرن شغال فوق وتحت، ما بياخدش في الفرن كتير بقى. هنا بيقعد خمس دقايق وفي الفرن بيقعد ربع ساعه بس، يطلع زي الفل. هنتفرج عليه ونشوفه حالا عشان نبتدي بقى في شوربه الايه؟ في شوربه الحريره. يلا. تمام، نيجي دلوقتي كده نمسك بقى هنا كده الصينيه وهاجي كده اخد السمان وابتدي احطه قدامي هنا بعد ما خد ريحه حلوه، ريحه شوي حلوه. خلاص انا كده فردت السمانات هنا في الصينيه. هعمل ايه بقى؟ هاخد الصينيه دي كده زي ما هي واروح احطها في الفرن. مشغل الفرن فوق وتحت، درجه الحراره بتاعت الفرن تكون 180 درجه، ونشوف بقى دلوقتي موضوع شوربه الحريره ده هنعمله ازاي. يلا ابو حميد المقادير من فضلك على الشاشه. يلا بينا. مقادير شوربه الحريره كالتالي: معلقة سمنة وكوباية شعرية، لتر مرقة، نص كوباية حمص مسلوق، بصلة مفرومة، معلقة دقيق، معلقة معجون صلصة طماطم، ورق كزبرة، أوراق بقدونس، ربع كوباية عدس، عدس أصفر، جنزبيل باودر رشة صغيرة، وقرفة باودر رشة صغيرة، معلقة كركم وملح وفلفل. الشوربة دي فيها خضروات وفيها بقوليات وفيها بروتين نباتي موجود في العدس، يعني فيها وفيها كمان قلنا خضروات مختلفة، فهي يعني غنية بالقيم الغذائية المختلفة. أنصحكم تجربوها، ده غير إن هي أصلا بقى طعمها حلو، فهي فيها كذا ميزة مع بعض. يلا بينا ناخد السمنة وننزل بيها هنا في الحلة. وبعد السمنة بحمص الشعرية. عايز بس أحرك الحلة أجيبها كده يا أبو حميد، تعالى معايا كده من فضلك. يلا أنزل هنا بالشعرية وابتدي بقى أعمل إيه؟ أحمص الشعرية لغاية ما لونها يحلو كده. عندي حاجة هنا كده غامقة، تعالوا نشيلها، مالهاش علاقة بالتحمير.
يلا بينا خلاص شيلنا احنا. هنقلب بقى باستمرار عشان نحافظ على لون واحد للايه؟ للشعريه، فيبقى الشوربه بعد ما تستوي يبقى لونها حلو. يلا تقليبه هنا كده. بدأت الشعريه سنه لونها يغمق. لطيف جدا الكلام ده. مش عايز بقى، انا ما بعملش دلوقتي شوربه شعريه، فمش عايز الشعريه غامقه قوي، عايز لونها كده متوسط. واجي اقرب مني بقى المكونات كده. تقليبه كمان للشعريه. بدأ اهو لونها يتحسن كمان وكمان. الحله بس بتتزحلق. خلاص قدامي دقيقه كمان ووصلت اللون حلو جدا. التقليب المستمر ده زي ما كنت بقول لحضراتكم هو اللي بيخلي ان كل واحده من وحدات الشعريه واخده نفس اللون، ما يبقاش في واحده فاتحه وواحده غامقه، لا كله بيتقلب مع بعض، كله بيتقلب بسرعه، كله واخد نفس اللون. يلا انا كده قلبت ومبسوط من اللون ده. دلوقتي هجيب العدس الاصفر. بعد ما حطيت العدس هدي تقليبه حلوه كده، وبعدين هشوح البصل مع العدس والشعريه. يعملوا الطريقه دي حلوه جدا. حط كده البصل هنا وادي بقى تقليبه كده. يبقى انا حطيت الشعريه حمرتها كويس، وبعدين حطيت العدس اديته تقلبتين بس كده لفيته، وبعدين دلوقتي انا حطيت البصل وهقلب في البصل لغايه ما اشم ريحته، يبقى ده دليل على ان هو دخل في التسويه. ريحة البصل بانت والعدس بدأ يفتح. العدس لما بيتحمر بيفتح على عكس الشعرية، لما تتحمر بتغمق. تمام حلو جدا كده. هاجي هنا آخر حاجة هحطها الحمص. هاجي هنا آخد معجون صلصة الطماطم وادي كده تقليبة قبل ما أحط مرقة على طول. يا ابو حميد ما نسيت موضوع الوقت ده. يا ابو حميد انت نعمل ايه؟ مفيش خصم بقى، لان انت هترجع بعد كده هكون انا خلصت جزء كبير من اللي انا بعمله. ناخد رشه ملح، رشه فلفل اسود، ودلوقتي هحط رشه من الدقيق. دورها حلو جدا، هيخلي قوام الشوربه في النهايه بعد ما اخلص تقيل شويه عشان ما تبقاش شوربه خفيفه. هنشوف ده سوا. يلا انا كده تقريبا خلصت. هحط دلوقتي المرقه. اعملوا الطريقه دي زي ما هي كده. حطيت المرقه هدي تقليبه، وبعدين بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل دلوقتي بالتوابل. ماشي يلا خد فاصل يا ابو حميد، وبعدين نرجع نحط التوابل. يلا استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل. الشوربه خدت غلوه ومره. هحط بقى دلوقتي رشه من الجنزبيل ورشه من الكركم ورشه صغيره قوي من القرفه. وادي كده تقليبه خفيفه، واسيب بقى ايه الشوربه دي على النار لمده 5 دقائق. 5 دقائق هتستوي فيهم الشعريه والعدس، كده كده ما بياخدش وقت خالص. هقدر بعديها ان انا اغرف. بصوا القوام بتاع الشوربه دي عامل ازاي، بيبقى قوام تقيل سنه كده، تقيل نسبيا، طعمها عبقري. عايز حضراتكم تجربوها
متأكد برضو ان دي من الوصفات اللي انتوا لما تجربوها هتعملوها على طول. طيب بقلب بس كده في حتة من الكركم مش متقلبة كويس فعشان كده بقلب، لكن كده كله تمام، كله تمام. دلوقتي هعمل ايه؟ هحط الحمص، وده بيتحط اخر حاجة زي ما احنا قلنا من شوية، وهسيب الشعرية دي قبل ما الحريرة دي قبل ما تتقدم هزود لها شوية مية. ليه؟ لان هي قوامها تقيل محتاجة تخف عن كده سنة، وفي نفس الوقت نسبة الحاجات الجامدة للسائل عالية، فانا محتاج اخفف القوام. محتاج بس دلوقتي اغطيها واسيبها كده لمدة 3-4 دقايق. محتاجين نفتح نبص ونطمن على السمان اللي في الفرن ده. تمام، سمان زي الفل. يلا بينا نطلع السمان. عايز تيجي بابا حميد ولا اطلعه لك بره على طول؟ يلا بينا ناخد بقى السمان كده ونحط السمان هنا. السمان استوى، ماخدش وقت خالص، موضوع سهل جدا وطعمه حلو جدا كمان. تعالوا نجيب له بقى ايه، مساكه نظيفه غير المساكه اللي احنا كنا بنقلب بيها. يلا، وهاجي هنا في الطبق ده واروح جاي كده واخد كله واحده واحده من السمان ده كده. حط لي هنا شكله شهي للغاية. حلو، نيجي هنا كمان للشوربة نشقر عليها ونشوف الشوربة دي من الشوربات اللي لازم تتقلب كل شوية، لأن العدس في العموم بيلزق أي حاجة فيها عدس، فتلاقوا إن أنتوا محتاجين كل شوية كده تروحوا فاتحين مدين تقليبة وتقفلوا تاني، فاتحين مدين تقليبة وتقفلوا تاني وهكذا. خلاص هي قدامها دقيقتين تلاتة على النار، هنسخن لها المية بتاعتها علشان نضيف لها الميه قبل التقديم. تعالوا ناخد السمان كده ونروح نحطه هناك على السفره جنب الرز اللي بالخلطه اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. اهو السمان جنبيه الرز بالخلطه، احمد هيجيبه لحضراتكم دلوقتي. وانا هاجي هنا كده اشقر على الشوربه. السمان شكله حلو جدا، ما خدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. تعالوا بقى نفكر كده في طبق لتقديم الشوربه. ممكن يبقى الطبق ده لطيف جدا. هضيف بقى ايه شويه كده من الميه السخنه للشوربه دي عشان هي تقيله محتاجه تخف عن كده سن، وبعدين اديها تقليبه حلوه واسيبها بقى تاخد غلوه كده لمده 3-4 دقائق. ممكن نستغل الموضوع ده في انه احنا ناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع نطمن ان الشوربه استوت نقدمها ونشوف سفرة النهاردة كان فيها ايه. استنوا، يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل. شوربه الحريره ريحتها قويه جدا جدا، ريحتها كده ماليه الاستوديو. هعمل ايه دلوقتي؟ هغرف الشوربه لان هي خلاص استوت. تعالوا بقى كده ناخد الشوربه نحط هنا كده الخليط بتاع الشوربه وننزل عليه ببعض المرق. شوربه زي ما بقول لحضراتكم طعمه جدا، القيم الغذائيه فيها متنوعه وده شيء جميل جدا. ممكن نديها بقى رشه كده من اوراق الكزبره على السطح كده، لايق كمان طعم الكزبره لايق على الشوربه دي. ناخد الشوربه نمسحها بقى عشان احنا ما بيقولناش. انا ما ببقاش شايف بس احمد بيخبي عليا. ماشي يا احمد. لا يا ابو حميد بقى مش تقول لي يا اخي.
ان الطبق محتاج انا شفت واشوف بالصدفه كده عامل هي مفاجاه صح؟ انا بقول يلا ناخد الشوربه ونروح هناك على السفره واحمد بقى يورينا السفره كده شكلها عامل ازاي. النهارده قدمنا قدمنا وصفتين في الحقيقه. قدمنا النهارده سمان مشوي بتتبيله البصل والكركديه، واللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده اللي انتم شايفينه دلوقتي هو السمان المشوي اللي بالكركديه والبصل. وقدمنا كمان شوربه حريره، شوربه حريره شفنا بتتعمل ازاي، كانت سهله جدا وبسيطه جدا بس طعمه جدا ومليانه قيم غذائيه مختلفه. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، اللي ما شافهاش من بدايتها يقدر يتابعها في الاعاده. اتمنى لكم يا رب كل صحه وسلامه وكل خير يا رب. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.